باهي بابور، احنا تقابلنا قبل وحكينا على نقطة مهمة برشا، قلت أنت ما صرحت فيها في حتى وسيلة إعلام، شنو اللي صار لعبد الرحمن بابورة في مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ولا النادي الإفريقي في موسم 2007 2008، وقت النادي الإفريقي في صورة الفوز وقت فاز المباراة هذيك وتوج بالبطولة. عبد الرحمن بابورة قدم شوط أول ممتاز، ثم بين الشوطين بابورة رغم الفورمة الكبيرة ما لقيناش في الشوط الثاني، برشا قالوا وقت على حكاية الترابل سيئة ما خلاوش بابورة ينزل في الشوط الثاني، كان توضح لنا أنت. فما الترفيسية لحتى حد برشا ناس تتأول في الأمور وتتكبر فيها، صار عادي ضغط عادي كما أي ماتش باش يصير شيء، ضغط من الجمهور مسؤولين الفريق المحلي، معناها ما صار حتى شيء، بالعكس بالكليب هزتها عن جدارة ونعود بعدها مرة أخرى هزتها عن جدارة، وراه اللي كي خرج بعور خرج مضروب، ما ضربني حتى واحد البرة، خرج مضروب في الماتش والله لا صار حتى شيء، ونعودها مرة أخرى الكليب راه هزتها عن جدارة. بيه علاش ما وضحتش انت الوقت هذاك، وقت حتى كان عمك علي بابوره قال انه وقتها صارت سيناريوهات وما حبش يوضح اكثر، لكن كان يرمز اللي وقتها صارت يعني لقطه نتاع النجم نقولوا ترابل سي وحكايات من هذا القبيل. هذاك هو اللي حكاها عمي وقتها في القناه، معناتها القناه الخاصه، فهمت، حكيها وقتها وتفرجت عليه، كلامه صحيح، معناها كيفاش قال دخل هو فيها وقال معناتها جاني نخرج، دخل خاطر كثر الضغط، اما حكايه ترابل سي واحد مثل ما شو كلام حكايه مره فاتت في التلفزه، قال لي اتصل بالطبيب وقال له لازمك تخرج، صحيح صار هكاك وخرجت باش بقل ما مشاكل، فهمت، باش تشوف شكون دخلنا الاختيار وحد يعمل لنا يكذب، ما فما حكي وما فما حتى شيء، بالعكس كل شيء تعدى لاباس، وكيما اي ماتش ومبروك للفريق مره اخرى، وحاجه تعدت هذه حاجه تعدت، لا على خاطر انت حتى وقت اللي حكينا في الكوليس قلت لي ما وضحتهاش والله، لعبت مع النادي في لعبت ضد نادي الافريقي معناتها في الست شهور اللي رجعت مع جرجيس، وصار كان الخير وراه اصحابي راه الجمهور معناتها الهيئه نتاع الكلوب، ونمشي للبارك مش مره مش اثنين، راه حاجه تعدت معناتها قديمه، واحد حكم صغر سنة واحد صار شيء حاجات هيك وقت صغير معناتها 21 سنه ولا 20 سنه، تو سي معناتها حاجه تعدت معناتها 7 سنين ولا اكثر، واضح سي معناتها.